في العاصمة الأسترالية كامبرا أمضى البطريرك الراعي يوما التقى فيه مجموعة السفراء العرب في مبنى البرلمان الأسترالي، تمنوا عليه تظهير صورة الإسلام الحقيقي المعتدل أمام العالم الغربي، لأن كلمته اليوم هي الأفعل. ويجب أن نقول أيضا لبلداننا العربية، لا يجوز الاستمرار فيما نحن عليه، لا يجوز البقاء في الحرب التي تجري في العراق وفي سوريا خاصة، لا يجوز أن نعيش في هذا الخلاف في منطقة الشرق الأوسط في البيت الواحد. أكثر من مليون عربي في أستراليا، 80% منهم لبنانيون ومن بنات أستراليا، يقول عميد الدبلوماسيين العرب. أستراليا دولة ترتبط بالعالم العربي باتفاقية مهمة مع الجامعة العربية، والجالية العربية مؤثرة في أستراليا لأنه حوالي مليون من 22 مليون، يعني حوالي 4% من سكان أستراليا هم عرب وأغلبيتهم لبنانيون. لا سفير للبنان في كامبرا منذ نحو سنة، القائم بالأعمال ميلاد رعد أقام حفل استقبال للبطريرك في مقر السفير، ولبى البطريرك دعوة السفير البابوي إلى غداء، واختتم محطته في العاصمة بزيارة النصب التذكاري للحرب ووضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول. حتى في مجلس النواب الأسترالي لم يأتي البطريرك الراعي على ذكر مجلس النواب اللبناني، ويتجاهل كليا قضية التمديد له، وهو يركز كل مواقفه على المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية لتكتمل السيبة اللبنانية. من كامبرا، هدى جديد، جورج ليشع، LBCI.